حياكم الله مشاهدينا الكرام. تتفاقم المأساة وتتوسع فجوة الاحتياجات الإنسانية في مخيمات سوريا للعام 12. الدفاع المدني السوري أصدر دراسة حدد فيها الاحتياجات الأساسية لنحو 1000 مخيم شمال غربي سوريا، رصد فيها الاحتياجات التي تتزايد كل شتاء في المخيمات. في هذه الحلقة أستضيف السيد أحمد يازجي، عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري من سرمدا، وأيضا السيد أحمد حسن درويش، منسق مشاريع المياه في منظمة سوريا ريلايف من إدلب. أسأل ضيوفي عن سبب تكرار مأساة المخيمات كل شتاء، وما هي أبرز الاحتياجات لسكان المخيمات، وأسمع منهم الحلول المقترحة. حول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير، ثم أرحب بضيوفي ونبدأ الحوار. بهدف الحد من الكوارث المأساوية المتكررة في مخيمات النازحين كل شتاء، وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة على تقديم الدعم الإنساني وفق الاحتياجات المطلوبة، أصدر الدفاع المدني السوري دراسة حدد فيها الاحتياجات الرئيسية لنحو 929 مخيما شمال غرب سوريا يقطنها حوالي 1,400,000 نازح، 73 منهم من النساء والأطفال. الدراسة أظهرت أن 84% من المخيمات المشمولة بحاجة لعوازل أرضية، و76% بحاجة لتبحيث الأرضيات، و71% منها بحاجة لإعادة تأهيل الطرقات، و47% منها بحاجة لصرف صحي، و17% بحاجة لتوفير دورات المياه، في حين تحتاج 17% من المخيمات لتوفير مياه الشرب، إضافة للحاجة لأنظمة الصرف المطري في 75% من العينة، ونسبة 84% منها بحاجة لأنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية. الدراسة سلطت الضوء أيضاً على الصعوبات التي تعاني منها المخيمات المقيمة، فكان أبرزها تمزق واقتلاع الخيم نتيجة الفيضانات والعواصف، في حين 50% من المخيمات تعاني من تشكل مستنقعات المياه والوحل بفعل الأمطار، و50% منها أيضاً تعاني من انعدام وسائل تدفئة مناسبة. أنا عندي ثلاث عائلات عبنايمهم خيمة واحدة لحتى أقدر أدفيهم، بدي أعطوا الثلاث عائلات بدي أعطوهم عائلة واحدة، وما بنعرف إيش بصير، الله أعلم. يعني موضوع التدفئة إذا ما أعطونا ما خرج تدفئة، ما في نتغطى بالبطانيات، ما عنا غير البطانيات. الدفاع المدني اختتم الدراسة بمجموعة من التوصيات تمحورت حول رفع مستوى الخدمات المقدمة وضرورة التوجه نحو المخيمات العشوائية، إضافة إلى مراعاة المعايير الإنسانية في تأمين متطلبات الفئات المستضعفة من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن ملايين السوريين قد لا يستطيعون النجاة في الشتاء إذا لم تجدد شحنات المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا الشهر المقبل. نعم، أرحب بضيوفي السيد أحمد يازجي، عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري من سرمدا، كما أرحب بالسيد أحمد حسن درويش، منسق مشاريع المياه في منظمة سوريا ريلايف من إدلب. وأبدأ من عندك سيد يازجي، لماذا تأخرت الدراسة حتى بداية فصل الشتاء؟ بصراحة كان في هناك تقييم احتياج من قبل الدفاع المدني لأغلب المخيمات التي عملت لها فرقة نوس أو عملت على الاستجابة، كان في هناك عناية ودراية بأغلب الاحتياجات، وكانت على مدار السنين الماضية وليست على مدار السنة الماضية اللي فاتت، فكانت على شاملة هذه الدراسة. هي كمان كان الهدف أنها هي تعزيز قدرات الجهات الداعمة لتخطيط وتقديم الدعم الإنساني للمخيمات الذي يوافق المتطلبات الأساسية في الوقت المناسب. بصراحة للحد من هاي الكوارث المأساوية الكبيرة. نعم، يعني جميع هذه التوصيات أو معظمها هو حول الاحتياجات لفصل الشتاء. أكرر سؤالي، لماذا تأخرت هذه الدراسة ولم تكن قبل، يعني في فصل الصيف، حتى يتم التحضير والأخذ بالتوصيات التي جئتم بها قبل مدة من دخول فصل الشتاء؟
هلا بصراحة نحن كان على مدار السنوات الماضية دائما ما نقوم بأعمال بمشاريع مع قدوم فصل الشتاء وليس في فصل الشتاء، يعني كان في عدة أعمال خدمية، من رصد طرقات، من فتح ممرات، ولكن حبينا هاي السنة إنه يكون في مشاركة وفي يكون هناك دراسة شاملة لأغلب الجهات الفاعلة، ما بس هو للدفاع المدني، فحبينا يكون في مشاركة من أغلب الجهات المعنية إنه تكون على دراية في حجم هاي الكوارث اللي عم نعاني منها نحن كل سنة. فهاي المشاركة يعني هاي الدراسة يعني فينا كان وصول لأغلب هاي المنظمات لتشوف حجم الكوارث بصراحة اللي عم نعاني منها كل سنة. نعم، سيد أحمد درويش، لماذا تتكرر هذه المأساة للمخيمات؟ أنت تعمل ضمن منظمة سيريا ريلايف، لماذا تتكرر في كل شتاء؟ السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. كم في البداية أنا بتشكر فرق الدفاع المدني على هذا المجهود الكبير اللي قدموه. هذه الدراسة اللي سووها بصراحة هي دراسة بتاخذ وقت كبير وجهد كبير منهم، خاصة أن شملوا معظم مخيمات في الشمال السوري. ما فينا نسألهم ليش تأخروا، بس نتشكرهم لأنه بادروا، لأنه نحن بحاجة كمنظمات إنسانية يكون نحن عندنا حدا شغال على دراسات نشاركها مع الداعمين، نعتمد عليها كدراسات مرجعية نعزز فيها طلبنا للاحتياج. نعم، يعني لكن أما من عن سؤالك، واجبنا كصحفيين أن نسأل لماذا لم تقدم تماما هذه التوصيات في الوقت المناسب تماما حتى تصل لربما للمنظمات تماما في الوقت لسنا في صلب المناسب. مناقشة تفضل. الوقت للدراسة، وإنما بدي أجاوبك على سؤالك تفضل. ليش دائما بتظهر عنا هاي المعاناة في كل شتاء. طبعا نحن كثافة المخيمات وخصوصا المخيمات العشوائية الغير منظمة أو مخططة، وأغلبيتها بتوزع على أراضي أو أملاك خاصة، وكبر او تضاعف وازدياد الاحتياج بشكل كبير مع قله الدعم في الفتره الاخيره المقدمه للمنظمات، بيؤدي انه انت كل شتاء راح يمر للاسف راح نوجد عدد كبير من المخيمات هي بحاجه، ولا سيما يعني الشيء اللي عم يدخل من دعم او الشيء اللي عم يتقدم من دعم ما بيوفي جزء بسيط من الاحتياجات الاساسيه بالنسبه لقطاع المياه مثلا والاصحاح اللي هي مياه الشرب. لاحظت انت في الدراسه انه 17% فقط هي المخيمات اللي بحاجة مياه شرب، دليل أنه المنظمات أغلبيتها بتركز على مياه الشرب، للأسف بتغفل الشلتر أو المأوى اللي بيخص العزل وبيخص الطرقات، لأنه هن يعني عم يبحثوا عن الاحتياج الأولى فالأولى. فتأمين مياه الشرب والصرف الصحي وكتل اللاترينات أو التواليتات هو أهم أكيد للأسف من تمحيص الطرقات، ولكن هذا لا يعني أنه تمحيص الطرقات أو عزل الخيام هذا ما هو احتياج، هو احتياج واقعي بنعاني مثل ما قلت لك حضرتك من المخيمات العشوائية، قلة الدعم، بالإضافة إلى أنها أملاك خاصة، ممكن بعض أصحاب الأراضي مانعوا من إنشاء طريق أو تبحيثه على أرضه واللي مقدمها هو لهي الناس تسكن عليها بشكل عشوائي. نعم، سيد يازجي، لمن قدمت هذه الدراسة؟ قلت أنها قدمت للمنظمات، هل هناك أيضا للحكومة السورية المؤقتة؟ هذه الدراسة من هم المعنيون؟ هلا بصراحة كليات المنظمات العاملة والجهات الفاعلة وأي جهة عاملة على في شمال سوريا هي معنية بهذا البيان، فكلهم حسب مكانه الموجود فيه، فما كانت هي محصورة مثلا في فئات معينة من منظمات معينة في عاملة في مجال معين، لا هي كانت عامة لأغلب المنظمات العاملة وأيضا للجهات المسؤولة في شمال سوريا. نعم، هل كان هناك تجاوب من قبل المنظمات حول هذه الدراسة؟ هلا بصراحة من وقت صدور الدراسة لحد هاي اللحظة في عدة منظمات وجهات معنية عم تتواصل معنا بحيث عن كيفية تقديم هاي الخدمات. نحن ركزنا أيضا في هاي الدراسة عن الخدمات الأساسية للمخيمات اللي هي من بنى تحتية اللي هي كانت الأساس في هاي الدراسة، اللي للأسف المخيمات العشوائية اللي هي الضحية الأكبر بهاي الكوارث اللي عم نشوفها. فعدة منظمات بصراحة هي تواصلت معنا عن كيفية تقديم هاي الخدمة أو حتى يكون في تعاون مشترك بين الدفاع المدني أو هاي المنظمات. نعم، سيد أحمد درويش، يعني ما هي الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها المنظمات في ظل يعني الفجوة الكبيرة التي أظهرتها هذه الدراسة؟
تمام استاذ. طبعا مثل ما سبق حكيت لك، نحن بنتدخل في المخيمات على منحيين، المأوى او الشلتر والمياه والاصحاح. طبعا دراسه جزاهم الله الدفاع، اخذنا في الدفاع المدني شاملين المحاور جميعا. فنحن كمنظمات نحاول نكتب مقترحات المشاريع ونشاركها مع الداعمين لنجلب الدعم لاخوين النازحين. فينا نعتمد بشكل كبير على هذه الدراسه كمرجع لنا نعزز فيه او ندعم ونحشد ونناصر مقترحاتنا اللي راح نقدمها، لانه اظهرت الدراسه فجوه كبيره كثير، وخاصه في الشلتر، يعني فينا نسمي كعزل الخيام او والدعم للتدفئه الشتويه وتمحيص الطرقات، بالاضافه الى الصرف الصحي ومياه الشرب. نعم، نذهب لفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا.